معايا على الهاتف ايضا سياده المستشار عبد العزيز سلمان امين عام العليا للانتخابات. سياده المستشار، يعني هذا القرار، لماذا اتخذتم هذا القرار بمد اليوم الثالث؟ الو، هيا سياده المستشار، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ لبيب، اهلا بيك. لو تقول لنا مصوغات اللجنه، لماذا اتخذت اللجنه هذا القرار؟ انا ممكن تكرر السؤال تاني؟ لان انا وقفت التلفزيون، كنت بسمع التلفزيون. طب لو حضرتك بس وطي التلفزيون اسمعني من التليفون يا فندم. الصوت مش واضح قوي. طيب يعني حضرتك اسمعني من التليفون يا سياده المستشار. طيب بسأل حضرتك عن أسباب اتخاذ هذا القرار، إذا كان الاثنين مرشحين رافضينه، يعني لماذا اتخذتم هذا القرار؟ لا تتخذ القرارات استنادا إلى رغبات المرشحين. نعم. لكن تتخذه استنادا إلى رغبات المصريين. وطول اليوم نشاهد في قنوات عديدة تطالبنا بيوم آخر. ومنها القناة اللي فيها حضرتك. فضلا عن ذلك، وصلنا هنا وفد شعبي من الناس تحت في اللجنة، وطلعوا منهم اثنين مندوبين عنهم لإبداء الطلب المحدد بمد يوم حتى يتمكن الناس من التصويت، لأن الناس في الحر ما بتنزلش. نعم. تبدأ تنزل يكون موعد التصويت شارف على الانتهاء. إذا هذا الكلام كله طرح الأمر على اللجنة واتخذت هذا القرار. طيب هل كان الطلب هو مثلا تمكين الوافدين من التصويت في لجانهم، ولا ان احنا نديهم يوم ثالث لكي يعودوا الى مواطنهم الاصليه؟ في لجانهم، لجان وافدين يعني ولا في يعني في، يعني قصدي في لجان وافدين في مواقع عملهم يعني. لا، ما احنا قلنا في استحاله قانونيه لانشاء لجان وافدين. نعم. الاستناء لانها قد تؤدي الى الافطام. لكن الغرض من القرار ان الوافدين القريبين يستطيعوا ان يصلوا الى موطنهم الاصلي ويصوتوا فيه. طيب هل يعني طب ما رايكم فيما قاله المرشحان؟ الاثنين يعني الاثنين مرشحين رافضين هذا المد، وبيقولوا احدهما بيقول ان ده عبء علينا احنا، غير احنا اولا بيطرح علامات استفهام ليه بتعملوا ده، اثنين ان هو بيعمل عليا عبء وانا مش مستعد له بالمندوبين وما الى ذلك، وده ما كانش في خطتي، والحقيقه انه المرشح الثاني بيقول ان ده برضو في ارهاق على الناخبين غير مطلوب، وانه ايضا قد يشكك في الارقام رغم انه مثلا المرشح السيسي واثق في ارقامه، والمرشح الثاني برضو بيقول لك ان هو بيطرح بعض علامات الاستفهام حول الارقام. طيب اي ارقام؟ الارقام النهائيه اللي هتطلع يا فندم. شكك فيها ازاي؟ يعني بيقولوا ان ده كده يعني وكأن اليومين اللي فاتوا اللي هو النهارده وامبارح كان التصويت فيها قليل، وبالتالي انت بتسمح بيوم ثالث عشان تزود معدلات التصويت. لا اطلاقا، التصويت معدله كبير، فاحنا ما عندناش احصاء دقيق يعني ولا رسمي، لكن بالمشاهده انا مريت على كذا لجنه، التصويت حوالي 37%، وده رقم مقبول قوي يعني مش وحش. لكن تمكين المواطنين في اليوم الثالث ده امر جيد وليس محل للاعتراض. وجود مندوب مرشح او عدم وجوده، القانون وان كان اعطى للمرشح الحق فيه ان ينيب عنه مندوب يتواجد داخل اللجنه، الا انه اعطى للقاضي ايضا سلطه بدء عمل اللجنه اذا لم يحضر مندوب احد المرشحين او كلاهما. طيب حملة حمدين بتقول انه المد لليوم الثالث كما حدث مثلا مع المصريين في الخارج كان لكثافة التصويت، احنا بنتكلم في تصويت طبقا يعني زي ما حضرتك بتقول مثلا بنتكلم لو حتى 37%، لو حتى يعني مش تصويت بالكثافة الكبيرة التي تجعل اللجنة تمد اليوم الثالث، ده كلام حملة حمدين. الكثافة موجودة، بس المشكلة انها تيجي في الوقت المتاخر يعني في الوقت القريب من المغرب، ومعاد اللجنه بيكون قرب على الاغلاق. طيب الناس بتتفادى الحر وتنزل في الاوقات اللي فيها انكسار حده الحراره. طيب اذا انتم يتوافد عدد الضغط يكون القاضي عايز للجنه تبقى للقانون.
طيب اذا اللجنه متمسكه بقرارها حتى لو رفضه المرشحان. اللجنه المرشحين لهم حق الاعتراض، والاعتراض وصل ومطروح حاليا على اللجنه، والقرار النهائي للجنه. طب واللجنه ماذا قالت في هذا الامر؟ اللجنه لسه ما فصلتش. طيب هل يمكن لاي من المرشحين ان ينسحب يا سياده المستشار؟ لا، مواعيد التنازل انتهت في 9/5. لكن فهو بالتالي ما يقدرش ينسحب، بس لو يعني مش ما يقدرش، ما حدش قايل حد من ايده يعني، انما ما يلوش اثر قانوني. ملوش اثر قانوني ازاي يا فندم يعني؟ الامور هتجري كما هي. يفضل كانه موجود يعني. بالظبط، والا ما كانش حد غلب يعني، كان اي واحد هشعر باي شيء ينسحب. طيب اذا وبكره اليوم هيبقى ينتهي في 9 مساء. هيبقى ايه؟ ينتهي في 9 مساء. خلاص اللي جاي قفلت بقى، ما قفلتش في 9. نعم. بشكرك سيادة المستشار عبد العزيز سلمان أمين عام العليا للانتخابات.